مجموعته ومنظمات المجتمع المدني الممولة من الخارج. يعني الإخوان طرف في كل ما يحدث وإحنا عارفين ده كويس قوي. يبقى ما تقوليش ده قرارات الجماعة الصحفية. الجماعة الصحفية امبارح كان قرارها واضح في مؤسسة الأعراب، مطالبة بإقالة مجلس النقابة لأنه أساء للصحفيين وأدار الأزمة بطريقة فيها من اللامسؤولية وفيها من السعي إلى الكذب والإدعاء وحشد الجماعة الصحفية، حتى بدت صورتها أمام المجتمع صعبة للغاية. وإحنا مش كده، الصحفيين طول عمرهم مع الوطن، طول عمرهم بيدافعوا عن البلد، طول عمرهم كانوا في مقدمة المدافعين عن مصر في زمن الإخوان وفي غير زمن الإخوان. البعض منهم يا أستاذ سيادة النائب، البعض منهم سيادة النائب بيقولوا إنه لا يحق لأحد سحب الثقة من المجلس. لا، ما هو دول بقى يعني بقوا إيه؟ بقوا ما عندهمش حدود في الإدعاء والأكاذيب للأسف. يعني إيه لا يحق لأحد أن يسحب الثقة؟ افترض أنا عندي 9000 وجاني 4500 زائد واحد وسحبوا الثقة منك، تقول ما يحقش؟ بأي قانون هذا الأمر؟ نعم، هذا عرف وقانون متعارف عليه. الجماعة الصحفية لها آلياتها المختلفة بتدرس الواقع، الناس بتكتب إقرارات عديدة، آلاف الإقرارات كتبت حتى الآن فيما عرفت اليوم من بعض الزملاء تطالب بسحب الثقة من مجلس النقابة. حاجة تقول لي آلاف؟ آلاف اليوم، يعني أعرف أن العدد تعدى 2000 حسب قول شخص وزميل نافذ حتى الآن. فأنا بقول أنه بغض النظر عن أي تفاصيل ده الحقيقة قرار الجماعة الصحفية، لكن أنا عايز أقول أتمنى من المجلس أن يتحلى بالشجاعة ويعلن استقالته. وده مش عيب، لا أنت ما عرفتش تدير الأزمة، أنت كنت سبب في الاحتقان مع الدولة ومع الشعب، استقيل واترك غيرك، لأن قدامنا مهام للجماعة الصحفية.